عشق کو می دل رازانی ام راز تو الله 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 পশু পাখি সাগর নদী বেতন তু অদুর বেতন প্রেতে দিন কর কোইম আল্লাহ 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 cœur plein d'amour Taïzekra Kanan
عشق کو میں دل رازانی ہم راز تو اللہ 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 d'amour t'ai zikra kanan
আজ রাজ কো মে দিলে রাজানি আমরাজ তো আল্লাহু 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 আল্লাহ আল্লাহু 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 আল্লাহ avec un cœur plein d'amour.
يذكرك انا اني ما اجدراجكك مدلي رازاني ام رازتو الله والله 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 الله J'adore
corps. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني ما أجدرجكك مدل رازاني أمرازتو. الله والله 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 الله والله 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 Allah,
Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني مجدرجكك مثل رازاني أمرازتو. الله 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 الله
vous avec un cœur plein d'amour. تيذكرك أنني مجدرجك كو مدلي رازاني أمرازتو الله والله 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 الله والله والله والله
autres. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني مجدرجكو مدلي رازاني أمرازتو الله والله 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 الله والله 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 ajarkan pada malam Jumaat ini selalunya kita niatkanlah yang perkara-perkara yang baik, dan sekiranya kita ada dengar teman-teman kita yang sedang sakit dan sebagainya, marilah sama-sama kita selitkan dalam doa kita. Mudah-mudahan doa kita yang ikhlas tersebut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah.
Baik, alhamdulillah para hadirin sekalian, kita akan baca surah Yasin secara bersama. Jadi bagi mereka yang mempunyai Al-Quran, kita boleh bacalah sama-sama ya, insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاكِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وكل شيء أحصينا في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مهتدين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد
ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ما بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون لم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين مستعجل بنا أبو كامل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ورفع على ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله
La ilaha illallah, 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 la ilaha على آله وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم على نبينا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على نبينا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما هللناه من لا إله إلا الله، وما استغفرناه وما قلناه من يا الله، وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة، ورحمة منك نازلة، وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم، وخصوصا إلى اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشائخنا ووالدهم ومشائخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف والدينا والسادة الحاضرين ووالدهم الجميع بالرحمة ورضوان، وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان. يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلهم في من ضيق القبر واللحود إلى جنتك الجنة الخلود، إلى ظل ممدود وماء مسكوب
وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Alhamdulillah, para hadirin telah pun selesai kita membaca surah Yasin dan juga bacaan tahlil. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, para hadirin, saya rasanya saya dah lama tak berikan tazkirah, tazkirah ringkas. Rasa rindu pula lah nak berikan sedikit kan Ustaz eh. Masa 5 minit atau 10 minit lah saya ambil. Okey, baik. Dalam surah Yasin yang kita baca tadi, ayat 65. Kalau siapa yang mempunyai kebutuhan, dia boleh buka lah. Dalam ayat 65 ni, Allah nak tunjukkan kebesaran yang mana Allah ni, dia maha adil. Jadi maha adil kat sini, selalunya kita lihat mulut kita ni yang banyak berbicara. Kan? Kalau kat dunia ni, masa kita hidup, Ustaz, kita banyak menggunakan mulut. Mulut ni yang berbicara. Sebab tu dalam surah Ibrahim, siapa buka surah Ibrahim, tak silap saya, ayat yang ke-24, Allah memberikan gambaran mereka yang menggunakan mulut mereka ataupun kata-kata mereka ni yang baik, Allah Subhanahu Wa Taala umpamakan bagaikan pohon yang baik. Ranting yang baik, berikan faedah dan sebagainya. Namun kalau sebaliknya, dia jadi benda yang tak baik lah. Bukan pokok kaktus, pokok kaktus tajam tapi pun ada manfaat. Tapi yang kat sini ni Allah SWT tunjukkan kebesarannya. Hatta dalam hadis kudusi pun ada yang pernah saya kongsikan, iaitu Allah katakan dalam surah Yasin ni, Allah kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maksudnya apa? Pada hari ini, kata Allah, kami tutup, yakni Allah Subhanahu Wa Taala tutup mulut mereka. Mereka ni siapa? Mereka ni kita lah. Kita ni semua ni, kita mereka. Ditutup mulut mereka, akan tetapi kat sini tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi para hadirin, kita kadang-kadang kalau kita tadabbur Al-Quran ni, ada manfaatnya. Maksudnya bila kita buka tafsir dan sebagainya, kita akan nampak kelebihan ataupun kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yakni maksudnya dekat dunia ni dia tak boleh jadi sesuatu benda yang magic. Maksudnya benda yang kita katakan magic ni sesuatu yang tidak boleh masuk dalam akal pemikiran kita. Maksudnya tak boleh masuk dalam akal pemikiran kita, manusia tak ada kepak, dia tak boleh terbang, tak boleh apa. Tapi bila Allah ceritakan di kemudian hari, iaitu nikmat serta azab yang akan ditimpa kepada hamba-Nya akan berlaku. Maksudnya, kalau sekiranya kita nanti berada di padang mahsyar, kita bayangkan daripada zaman kurun Nabi Adam sampailah kepada kurun umat Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dikumpulkan dalam satu tempat. Dan tempat ni padang mahsyar. Dan pada mahsyar ni setiap daripada kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca dalam surah apa? Surah Al-Fatihah. Malik Yawmiddin, yang memiliki sultan, siapa sultan? Malik. Yang memiliki hari apa? Perhitungan, hari kebangkitan. Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebijaksanaannya, dengan apa dan sebagainya, dia teliti setiap orang ni. Jadi dalam ketelitian Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia menggerakkan dengan mengatakan kun fayakun, anggota badan kita semua akan berbicara. Namun mulut kita ni apa? Ditutup. Sebab mulut ni dia boleh mendatangkan tidak dan tidak menafikan dan sebagainya. Tapi tangan, kaki, anggota-anggota badan yang lain semua akan berbicara. Jadi bila mereka berbicara, itulah akan menjadi apa kata orang tu, mereka akan menyatakan
bahawasanya ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu ini telah melakukan sekian-sekian-sekian. Fulan-Mu ini telah melakukan sekian-sekian, ya Allah. Dah tak boleh tipu dah. Kita tak boleh tipu. Mungkin dia selamat dekat dunia, tapi mungkin dia tidak selamat dekat mana? Hari akhirat. Ingat, bila kita dah kena dekat dunia, perhitungan takkan dikenakan pada hari akhirat. Namun kalau sekiranya kita terlepas di dunia, dan kita sangka bahawa ni kita boleh terlepas di akhirat. Jadi para hadirin, dalam kita membaca surah Yasin ni, kita kena ambil sikit ayat-ayat yang boleh menjadikan panduan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita jadi dan kita membentuk diri kita, pribadi kita yang lebih mulia, lebih baik. Jadi mungkin Ustaz Azim nak tambah sikit, Ustaz, ada waktu Ustaz nak tambah ke? Mungkin Ustaz bahkan banyak limau ke? Macam mana Ustaz? Kalau mungkin dengan kita dah tadabbur ayat ni, insyaAllah kita boleh, mungkin ayat ni boleh jadi pembakar semangat lah untuk kita sama-sama lakukan perkara yang baik dengan tangan kita dan kita pergi ke tempat-tempat yang baik. Jadi supaya di para mahsyar nanti insyaAllah kaki kita dan tangan kita akan berkata yang baiklah tentang diri kita. Betul, insyaAllah. Jadi inilah kita dah lihat dari tangan dan kaki ni, dia merupakan contoh yang paling mudah yang Allah berikan ya Ustaz. Maksudnya kalau kita sumbang kepada benda yang baik, tangan ni akan buat yang baik. Sebab tangan ni Ustaz dia suka meraba. Dari anggota yang kepo ataupun yang suka nak tahu ni, tangan lah. Daripada tangan baru sampai ke mulut. Dia akan mengatakan sama ada benda ni panas ke sejuk dan sebagainya. Jadi panduannya, kita ambil yang baik, kita lakukan, mudah-mudahan dia menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa sini tangan tu sendiri kata, ya Allah, hamba ini adalah orang yang baik. Kaki pun akan menyatakan bahawa sini hamba ini adalah orang yang baik. Ya, mudah-mudahan para hadirin, kita lakukan yang terbaik, dan pada masa yang sama, apa yang saya nak kongsikan dalam waktu kita sedang bercuti ini, ambillah langkah berjaga-jaga, selamatkan langkah yang selamat dan sebagainya. Mungkin kita dalam keadaan cuti kita lupa, dan kita sentiasa beringat yang bahawa sini kita masih dalam keadaan pandemik ataupun dalam keadaan yang masih dalam keadaan kritikal, tapi kita ambil langkah berjaga-jaga. Mudah-mudahan kami berdua di sini doakan para hadirin, memberikan keselamatan keluarganya dan juga kerabatnya, dan insyaAllah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain insyaAllah. Maka yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah daripada diri kami semua yang berada di sini. Aku lukau lihada wa astagfirullah wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Okay, Ivy. Terima kasih.